بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، معكم زيد او السوبر بي اس بي سي. او ايش، كل عام وانتم بخير الناس بشهر رمضان. طبعا في كلمه بدي احكيها من زمان واخيرا بدي احكيها هلا، واخيرا خلصت توجيهي. اوه مو مصدق طبعا، لو صراحه ما خلصت 100%، يعني قدمت امتحانات ضل النتائج، فان شاء الله بتطلع النتائج منيحه وبنخلص منه. طبعا هذا الفيديو رح يكون كتير قصير، بس باكلكم فيه انرجي على القناه وارجع نشاط القناه. وفي شيء بدي احكيه من زمان عن جد، شكرا كثير ل 5000 سبسكرايبرز، صراحه رقم خرافي كثير بالنسبه لي، نهائيا ما كنت اتوقع اوصل له بحياتي، فعن جد شكرا كثير. طبعا بدي احكي عن نشاط القناه بشهر رمضان، رح يكون متقلب لانه يعني رمضان الواحد بيكون تعبان وهيك، فيعني ممكن يوم ما ارفع شيء وممكن يوم ارفع فيديوين ثلاثه، فيعني شيء طبيعي رح يكون انه متقلب وهيك. طبعا فيديو بيكون قصير بس بحكي لكم فيه اني رجعت، وصراحه مشتاق لكل شيء باليوتيوب، مشتاق للسبسكرايبرز للالعاب الرعب عن جد لكل شيء، فانتظروا فيديوهات. كان معكم زيد او سوبر بي اس بي سي، مع السلامه.